مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الاقتصادية العالمية ينضم إلينا هاتفيا من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد جامعة كارديف. دكتور عبد اللطيف، أهلا بحضرتك، وبداية نظرة عامة على الاقتصاد الأوروبي. الآن الأزمة الاقتصادية طبعا حادة، لأنه جاءت أولا بعد جائحة كورونا سنتين ونصف، تقطعت أوصال الاقتصاد العالمي. أيضا هي من تداعيات الحرب الاقتصادية بين المراكز الاقتصادية الجديدة النامية كالاقتصاد الروسي والاقتصاد الصيني المنافس الأول للاقتصاد الغربي. فالغرب خسر العديد من الأسواق الكلاسيكية كالأسواق الإفريقية وأسواق آسيوية، هذا إضافة لنمو مراكز اقتصادية قوية جديدة مثل إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة. فبالتالي هذا طبعا نمو على حساب الاقتصاد الأوروبي. إضافة جاءت أيضا المشكلة الأوكرانية لتزيد من الطين بلة كما يقول المثل. فطبعا ارتفاع أسعار الطاقة، الارتفاع الإنتاجية، ارتفاع مستويات التضخم، ركود اقتصادي، لأن الاقتصاد الأوروبي أيضا يعتمد بالأساس على العملية الاستهلاكية. فانخفاض مستويات ومعدلات الاستهلاك نتيجة البطالة، نتيجة ارتفاع الأسعار، انخفاض القوة الشرائية للعملة، أدى إلى هذه الأزمة الاقتصادية الحادة. نعم. طيب لو تحدثنا أستاذ عبد اللطيف أو دكتور عبد اللطيف عفوا، يعني عن أن الاتحاد الأوروبي وضع سقف تحديد سعر جديد للنفط والمنتجات النفطية الروسية، هل ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، أما أن ذلك سيثبت من أسعار المنتجات البترولية؟ اولا اريد ان انوه الى قضيه ان هناك الفتره الزمنيه بين اتخاذ القرار وتطبيق القرار تتيح للاوروبيين، يعني الحقيقه لا يوجد مقاطعه، او يعني الاوروبيين ليست بيدهم المبادره في موضوع الطاقه، لا زالت روسيا هي اللاعب في موضوع الغاز والنفط، خاصه ان دول الاوبك لم تتدخل في الحرب لرفع الانتاجيه، فبالتالي يؤثر على او يؤدي الى تعويض احتياجات الاتحاد الأوروبي من أسواق ومصادر أخرى أو الضغط على روسيا. الحقيقة من خلال هذه الفترة الزمنية بين اتخاذ القرار وتطبيق القرار، الاتحاد الأوروبي قام بشراء كميات هائلة من الغاز والنفط الروسي وقام بتخزينه، يعني أن الروس استفادوا، لأنهم أيضا حصلوا على advance payment كما يقولون، أو يعني مبالغ بشكل مقدم. فبالتالي الاقتصاد الروسي لم يتأثر، والاتحاد الأوروبي ثمن ارتفاع أسعار هذه الطاقة وارتفاع معدلات التضخم. فبالتالي نحن أمام معضلة، أنه القرارات أو المقاطعة لم تكن حقيقية، لأنك حين تقوم بعملية تخزين من نفس المصدر كأنك تدفع للمصدر بشكل مقدم، فبالتالي لن يتأثر، بالعكس سيحصل على مبالغ قد يستفيد منها زمنيا أكثر لو قامت كانت العملية طبيعية. نعم. طيب دكتور عبد اللطيف، يمكن توقعات قاتمة كشف عنها صندوق النقد الدولي للاقتصاد البريطاني طبعا بسبب الإضرابات والاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة طبعا المرتبات والأجور وما إلى ذلك، كيف تنظر إلى هذه الأزمة دكتور عبد اللطيف، وخاصة أن حكومة ريشي سوناك يعني أكملت يعني يمكن 100 يوم الأولى دون يعني تغيير واضح في السياسات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية؟ كما أسلفت، يعني لا زالت المبادرة في الأسواق الدولية للطاقة هي الأسباب الأساسية، وحالة الركود نتيجة كورونا وارتفاع الأسعار وضعف التنافسية في هذه الدول. نضيف إلى بريطانيا موضوع آخر وهو خروجهم من الاتحاد الأوروبي، حيث كان الاتحاد الأوروبي يستوعب تقريبا 45% من الصادرات البريطانية، كانت تؤمن أوروبا أيضا لدى بريطانيا نتيجة تطور أنظمتها البنكية أنها مراكز مالية تتبع للاتحاد الأوروبي وتغذي الاتحاد. خروجهم من أوروبا خسروا المراكز المالية بهجرة رؤوس الأموال، فجأة خروج الاستثمارات الصينية، الاستثمارات الأوروبية إلى الخارج، فأيضا ضعف تنافسيتهم مقابل الاتحاد الأوروبي، خسارة الأسواق الأوروبية، كل ذلك أدى إلى ضعف الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من مديونية عالية. حتى عملية الإنفاق على النظام الصحي، كان الاتحاد الأوروبي يقدم أموال بشكل كامل لتغطية النظام الصحي البريطاني.
فأصبح الاقتصاد الآن اقتصاد مكشوف، لديه مشكلة كبيرة مديونية عالية، ارتفاع في الأسعار. فأعتقد أن الحكومة ليس لديها الكثير مما تقدم، وليس بإمكانها تقدم شيء نتيجة أيضا أسباب، لا زالت أسباب الأزمة قائمة، وخروجهم من الاتحاد الأوروبي وضعف اقتصادياتهم والتنافسية وهجرة رؤوس الأموال. فبالتالي أعتقد أن الحكومة لن تدوم وأنها ستسقط، وليس خيارهم إلا اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، إما العودة أو على الأقل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، الذي هما أيضا بحاجة إلى مساعدة أن يقدم المساعدة. ولكن أنا أعتقد أن هناك إشكالية أخرى، أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يكون الخروج البريطاني خروج طبيعي، وإنما خروج مكلف، لأنه سيتعلم بقية الأوروبيين وبعض الأحزاب القومية التي تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي في بعض الدول للتعلم من الأزمة البريطانية، أي إذا خرجتم من القطيع فستأكلكم الذئاب. نعم، طب وهل تعتقد أن بريطانيا يعني سوف تنتظر المصير الغير معلوم يعني بتعاملها مع الاتحاد الأوروبي كما تقول دكتور عبد اللطيف؟ مديونية فقط، المديونية التي المبالغ يجب إجابتها للاتحاد الأوروبي من قبل بريطانيا نتيجة خروج على شكل ديون واستثمارات تقريبا 60 مليار. الاقتصاد البريطاني أضعف مما أن يقوم بتلبية التزاماته أو التداعيات الاقتصاد الداخلية. فبالتالي على البريطانيين أن يعوا أن الأمور تغيرت، اللاعبين الاقتصاديين في الاقتصاد العالمي تغيروا، وليس لديهم إلا الأسواق الأوروبية، وأعتقد عودتهم هي الطريقة الآمنة الوحيدة إذا كان هناك مجال، ولا فإنهم أيضا سيقوم بإجراءات على سبيل المثال ما يسمى الكابيتال كنترول، تحديد عمليات السحب، وهذا أيضا يضر بالاقتصاد. خيارات بريطانيا ليست كبيرة. نعم، طيب الدكتور عبد اللطيف، يعني حضرتك متواجد في العاصمة اليونانية أثينا، كيف هو الوضع الاقتصادي في اليونان؟ ونحن يعني كنا نتابع الوضع الاقتصادي اليوناني حتى قبل أزمة كورونا، وتابعنا 100 مليار يورو التي يعني تم منحها من ألمانيا إلى أثينا لتحسين دورة الاقتصاد. ماذا الأوضاع لديك الآن دكتور عبد اللطيف؟ يعني كما أسلفنا، البقاء اليونان بغض بكل التكاليف التي حدثت والضغط على المواطن اليوناني وفقدان العديد من المواطنين، جزء كبير من أرصدتهم بشكل مباشر أو جزء من أرصدتهم أو القيمة العملة، فبقاء اليونان في القطيع حمل اليونان، فبالتالي لجأت إلى عملية دعم أوروبي. الاتحاد الأوروبي الآن يعاني من مشكلة، ولكن وجود 27 دولة في إطار الاتحاد الأوروبي يساعد على أن يكون الاتحاد الأوروبي نعم في أزمة، ولكن الأزمة ستكون أخف بكثير من ما هي عليه في بريطانيا. الآن الاتحاد الأوروبي يعاني من ارتفاع الأسعار، يعاني من نقص أو ارتفاع أسعار الطاقة، يعاني من كساد، ولكن ليس بالحجم الأوروبي، نتيجة وجود إمكانيات أوروبية وأرصدة أوروبية كانت مقررة لعملية التنمية، الآن يقوم بتقديمها يعني لتحفيز الاقتصاد أو التنمية أو دعم بعض الشرائح الفقيرة والمتوسطة المجتمع حتى تنتهي الأزمة. نعم، الدكتور عبد اللطيف، هناك يعني سؤال آخر أود أن أقدمه لحضرتك، وهو العملات الجديدة أو ما نسمع من أنباء عن عملات جديدة مثلا ما بين البرازيل والأرجنتين، وأيضا هناك يعني اسم عملة تداول في قارة آسيا وأيضا في دول الخليج، كيف تنظر إلى هذه العملات الجديدة، وهل بالفعل هي قادرة على البدء في التعامل عالميا أم أن ذلك سيظل حبر على ورق؟ هي طبعا سيكون هناك ضغط أمريكي، الحرب بين روسيا والصين، الحرب التجارية جزء من الصراع على الأسواق. إذا خسرت الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ونجح إخواننا الخليجيين وأتمنى لهم النجاح، لأنهم يعتبروا مجتمعون، يعتبرون الأقصى الرابع أو الخامس مجتمعين، فبالتالي هذه الدول لديها إمكانيات هائلة من السيولة. إذا نجحت في استصدار عملة مركزية فستكون أيضا على حساب الدولار، لأن سيتم التداول بها كما حدث باليورو، لأن عملة سيكون موثوق فيها. العملة الكويتية على سبيل المثال من أقوى العملات العالمية، يعني تتجاوز 3 دولار، وهي بضمانات النفط والذي سيستغرق لسنوات. العملة الاقتصاد القطري هو من المنتجين أساسيين للغاز. الاقتصاد السعودي هو حاليا لديه إمكانيات نمو عالية جدا، أتمنى أن ينشو، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ستصارع على أن لا تنجح أي أو سواء البريكس أو العملة الخليجية أو عملات آسيوية أخرى
ستصارع، لأنها أيضا اليورو الدولار ليس إلا ورق تم إقناع الناس بأنه لديه له القيمة، ويعتمد على التداولات من خلال الميزان التجاري من خلال التعامل بالدولار. إذا خسر هذه التعاملات من خلال أن تأخذ هذه الدول أو هذه العملات حصة من السوق، فطبعا سيكون على حساب الدولار. لذلك على هذه الدول أن تتوقع أن يكون عليها ضغط، ولكن أتمنى لها النجاح، لأن هذا سيدمع أمل الاقتصاد العربي الخليجي، وهم أخوان لنا وأتمنهم الخير. وأيضا سيكون على أيضا الدول السويس سيكون لاعبين أساسيين في الاقتصاد والسياسة العالمية، كما هي الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع وتنزل من الدولار من خلال أو أسعار الفائدة في الاقتصاد البنك الفيدرالي الأمريكي، دون نظر حتى بعين العطف أو الشفقة لاقتصاديات الدول التي تدفع الثمن نتيجة هذه السياسات. نعم، بشكر حضرتك الشكر الجزيل دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد جامعة كارديف، متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز من العاصمة اليونانية أثينا. شكرا جزيلا لك.